السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في درس جديد من سلاسل دروس مسابقة موهوب الرياضيات. سنتكلم اليوم عن مجموعة الأعداد النسبية، وسنميز بينها وبين مجموعة الأعداد الغير نسبية. دعونا نتعرف على مجموعة الأعداد النسبية. رمز مجموعة الأعداد النسبية هو حرف الكيوب. تعريف العدد النسبي يقول: العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته في صورة A على B، حيث A و B عددان صحيحان، والبي لا يساوي صفر. يسمى الA بسط ويسمى B المقام. معناتها العدد النسبي يكتب على صورة A على B. الA والبي شرطهم أن يكونان عددان صحيحان. البي لابد أن لا يساوي الصفر. الA يسمى البسط والبي يسمى المقام. دعونا نأخذ أمثلة. يمكننا أن نقول أن أي عدد صحيح هو عدد نسبي، مثلا الستة. الستة هو عدد صحيح. هل يمكن كتابته على شكل بسط ومقام A على B حتى أعتبره عددا صحيحا، عددا كسريا أو عددا نسبيا؟ نعم، الستة ممكن أكتبها على شكل ستة على واحد، حيث الستة تقابل الـ A والواحد يقابل الـ B. الستة عدد صحيح والواحد عدد صحيح ولا يساوي الصفر. إذا يمكن كتابة العدد الصحيح ستة على شكل عدد نسبي. أيضا مثال آخر، 23 ممكن أكتبها على شكل 23 على واحد. 23 قيمة الـ A والواحد قيمة الـ B وهي لا تساوي الصفر. إذا الـ A والـ B عددين صحيحين والـ B لا يساوي الصفر. 23 يسمى بسط والواحد يسمى المقام. إذا يمكننا أن نقول أن أي عدد صحيح ما هو إلا عدد نسبي. العدد 3 و2 على 3 اللي هو العدد الكسري، هل هو أيضا عدد نسبي؟ هل أستطيع كتابته على شكل A على B حيث A و B عددين صحيحين والB لا يساوي الصفر؟ نعم، يمكننا ذلك عن طريق الطريقة اللي أخذتها في المدرسة. 3 أحوله من عدد كسري إلى عدد كسري إلى كسر، أخذ 3 المقام أضربه في 3 وأضيف له الـ2، الناتج بيكون 3 في 3 9 9 زائد 2 11 11 على 3. إذا 11 على 3 هو العدد 3 و2 على 3. استطعت أن أكتبه على شكل A على B حيث أن الـ A والـ B عددين صحيحين. 11 عدد صحيح، وكذلك 3 عدد صحيح، والثلاثة لا تساوي الصفر. دعونا نتعرف على أنواع الأعداد. عرفنا من الأمثلة السابقة أن الأعداد الصحيحة ما هي إلا أعداد نسبية، تمام؟ وبذلك أستنتج أن جميع الأعداد اللي هي جزء من الأعداد الصحيحة كالطبيعية والكلية هي أيضا أعدادا نسبية. إذن دعونا نتخيل في هذا الرسم، هذه مجموعة الأعداد بالكامل هي الأعداد الحقيقية. الأعداد الطبيعية تعرفت عليها في الدرس الأول، عبارة عن الواحد والاثنين والثلاثة، هي مجموعة الأعداد الموجبة. عندما أضيف لها الصفر أصبحت أعدادا كلية. عندما أضفت لها الأعداد السالبة أصبحت أعدادا صحيحة. إذا مجموعة الأعداد الصحيحة ما هي إلا الطبيعية والكلية مضافا لها الأعداد الصحيحة السالبة. طيب، المتبقي من الأعداد هو الجزء الملون أمامكم باللون البنفسجي. هذا الجزء أقسم إلى قسمين، القسم الأيمن اللي هو يتضمن الأعداد الصحيحة وما وجزئياتها يسمى أعدادا نسبية، هو جزء الأعداد النسبية. الجزء الآخر المتبقي من الدائرة يسمى أعداد غير نسبية. هذين الجزئين اللي هما باللون البنفسجي أعتبرهم أعداد عشرية، تمام؟ إذن الأعداد العشرية تحوي على أعداد نسبية وأعداد غير نسبية. دعونا نتعرف معا على الأعداد العشرية. الأعداد العشرية مقسمة إلى جزئين، أعداد عشرية منتهية وأعداد عشرية غير منتهية. يعني إيش عشرية منتهية؟ ويعني إيش عشرية غير منتهية؟ دعونا نتعرف عليهم واحدا تلو الآخر. نبدأ بالأعداد العشرية المنتهية، نأخذ عليها أمثلة مثل العدد العشري 0.3.
هذا عدد عشري منتهي. يعني إيش منتهي؟ معناته أن الأرقام بعد الفاصلة عددها محدود. عدد واحد هنا مثلا أقدر أكتبها على شكل 3 على 10 عدد نسبي. أيضا العدد مثلا 1.7 أقدر أكتبها على شكل 17 على 10، هي عدد عشري منتهي. لاحظوا الواحد فاصلة، بعد الفاصلة يوجد عدد واحد فقط، إذا هي عشرية منتهية. مثال آخر 2.03 اللي هي 203 على 100، كتبتها على شكل عدد نسبي. إذا هذه الأعداد العشرية المنتهية بأمثلتها أقدر أقول عنها هي أعداد نسبية، لأني قدرت أكتبها على شكل A على B، حيث A و B أعداد صحيحة وال B لا يساوي الصفر. ننتقل الآن لمجموعة الأعداد العشرية الغير منتهية. هي بذاتها مقسومة إلى جزئين، أعداد عشرية غير منتهية دورية، وأعداد عشرية غير منتهية وغير دورية. يعني إيش دورية ويعني إيش غير دورية؟ دعونا نأخذ أمثلة أولا على الأعداد الدورية. مثل العدد الدوري 0.512512512. لاحظوا العدد 512 إيش قاعد يصير؟ لاحظتوا معاي العدد 512 قاعد يتكرر، ولاحظوا عندي نقاط معناتها غير منتهي ممتد إلى المهلة نهاية، لكن معروف العدد اللي بينكتب 512 وهكذا. أقدر أختصره بصورة 0.512 دوري، وضعت عليها خط. ما معنى الخط؟ أن هذا العدد اللي فوق الخط هو عدد دوري قاعد يتكرر حتى المهلة نهاية. مثال آخر 0.33333 وهكذا إلى المهلة نهاية. مين اللي قاعد يتكرر الآن؟ الثلاثة. إذا ممكن أختصرها بصورة 0.3 وفوقها خط، معناتها هذا الخط يعني لي أن الثلاثة جالسة تتكرر إلى المهلة نهاية. إذا هذه أمثلة على أعداد دورية. هذه الأعداد الدورية تعتبر أعدادا نسبية، وبنتعرف في الدرس الرابع من هذه من سلسلة دروس الأعداد النسبية كيف أقدر أكتب هذا العدد على شكل بسط ومقام، عددين صحيحين وقامهما لا يساوي الصفر. نتعرف عليها إن شاء الله في الدرس الرابع. لكن اكتشفنا الآن أن العدد الدوري، الأعداد العشرية الغير منتهية إذا كانت دورية فهي أعداد نسبية. طيب يعني إيش غير دورية؟ معنى غير دورية نأخذ أيضا عليها أمثلة، مثل العدد 0.345674125677589 وهكذا إلى ما لا نهاية. العدد غير منتهي ولا يوجد نمط لتكرار معين، إذا هو غير دوري. هذا مثال على عشرية وغير دورية. أيضا العدد أو النسبة التقريبية تسمى أحيانا طاء اللي هي الباي، لما يقولك تساوي تقريبا 3.14 وتقريبا 22 على 7، لكن هي في الحقيقة تساوي 3.14159265 وهكذا إلى ما لا نهاية، عدد غير منتهي. لكن قيمتها لما كتبوها لك 22 على 7 أو 3.14 هذه قيمة تقريبية، قربوا العدد الطويل هذا. جميع الأعداد الغير دورية أو الغير منتهية تسمى أعدادا أو هي أعدادا ليست نسبية. إذا الجزئين اللي موجودين هنا هذول الجزئين خاصين بمجموعة الأعداد النسبية، بينما جزء واحد فقط ليس نسبي، وبالتالي الأعداد العشرية إذا كانت منتهية فهي نسبية، إذا كانت غير منتهية حتى تكون نسبية لابد أن تكون دورية، لكن الغير منتهية وغير دورية أيضا فهي ليست نسبية. نلخص ما سبق أن الأعداد النسبية ممكن أحكم على العدد الصحيح أو أنواع الأعداد اللي ممكن أحكم عليها أنها أعداد نسبية، مثل الأعداد الصحيحة بجميع أنواعها. أيضا الكسور إذا شفنا كسر على طول نحكم عليه بأنه عدد نسبي. الأعداد العشرية المنتهية وهذه أمثلة عليها. الأعداد العشرية الغير منتهية إذا كانت دورية. طيب الأعداد الغير نسبية قلنا فقط حالة واحدة، إذا كان عشري غير منتهي وأيضا غير دوري مثل النسبة التقريبية الباي والعدد الموضح أمامكم. دعونا نختم درسنا بمثال تصنيف المطلوب. صنف الأعداد التالية إلى أعداد نسبية وأعداد غير نسبية. هذه الأعداد أمامي. العشرة
العشرة عدد صحيح، إذن أقدر أكتب على شكل A على B 10 على 1، وبالتالي هو عدد نسبي. الخمسة على 33 هذا عدد كسري، إذن مكتوب على شكل A على B، حيث الB لا يساوي الصفر، وبالتالي هو عدد نسبي. الأربعة فاصلة 0.3 هو عدد عشري ومنتهي، إذن هو عدد نسبي. العدد 7.2341 وهكذا إلى ما لا نهاية. لاحظ وضع لي هنا مجموع النقاط يوضح لي أنه ممتد إلى ما لا نهاية، إذن هو غير منتهي. هل يوجد نمط؟ هل هو دوري؟ لا، هو غير دوري، إذن هو من الأعداد الغير نسبية. آخر عدد 53.561 دوري، هذا عدد دوري، إذن هو عشري غير منتهي ولكنه دوري، إذن يعتبر من مجموعة الأعداد النسبية. وبكذا أنهينا درس اليوم، إلى اللقاء في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.